مشاهدي محمد يا بريس، اهلا وسهلا بكم في الماده الاعلانيه لبرنامج في ضيافه التعاونيه اللي غادي يستضيف مساء الخميس محمد أرخيلة رئيس التعاونيه الفلاحيه زناتا بجماعه سيدي موسى المجدوب التابعه لاقليم المحمديه. اذا هذه التعاونيه الفلاحيه المتخصصه في تثمين الفلفل الحار واللي خلقت العديد من فرص الشغل واللي حاليا كتضم حوالي 60 فلاحا واللي استفدوا من خدمات ديال هذه التعاونيه مع استغلال مساحه ديال 300 هكتار مخصصه لزراعه الفلفل الحار. الشاب محمد أرخيلة اللي استطاع بفضل دعم وزارة الفلاحة من خلال برنامج المخطط الأخضر اللي تبنته الوزارة ديال الفلاحة منذ سنوات، وأيضا بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم المحمدية، من إنجاح تعاونيته اللي صبحات كتصدر منتوج الفلفل الحار إلى دول أوروبا رغم المشاكل العديدة اللي كتواجه هذه التعاونية في عملية التسويق والتصدير. إذن ترقبونا غدا في حوار هام مع السيد محمد أرخيلة على الساعة 7 مساء، والبث سوف يكون بطريقة البث المباشر. إلى اللقاء.